السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض درس جديد وهو الموارد المائية في مصر. كوكب الأرض بيسمى بالكوكب المائي أو الكوكب الأزرق، وده ليه؟ لأن بيغطيه المية بنسبة 71%. تنقسم المية على سطح الأرض لنوعين، مية عذبة ومية مالحة. طبعا المية العذبة هي المية اللي احنا بنشربها، اللي بتبقى موجودة في الأنهار وليها عدد من المصادر الأخرى. أما المية المالحة هي المية اللي بتكون موجودة في البحار والمحيطات. المياه العذبة بتمثل نسبة 3.5% من إجمالي نسبة المياه الموجودة على سطح الأرض، وزي ما قلنا مصادرها زي الأنهار، البحيرات العذبة، والجليد اللي موجود في القطب الشمالي والقطب الجنوبي. أما المياه المالحة بتمثل نسبة 96.5% من إجمالي المياه اللي موجودة على سطح الأرض، وأهم مصادرها المحيطات والبحار والبحيرات المالحة. هنتكلم في البداية عن مصادر المياه العذبة الموجودة في مصر. أهم مصدر عندنا للمياه العذبة في مصر هو نهر النيل. ايه اهمية نهر النيل؟ ان نهر النيل بفرعيه دمياط ورشيد بيصبوا طبعا في البحر المتوسط بجانب بحيرة ناصر، بيمدوا مصر بحوالي 55.5 مليار متر مكعب من المية كل سنة، وبيتم استخدام المية ديت في المجالات الاقتصادية المختلفة زي الزراعة، زي الصناعة، التجارة، صيد الاسماك، وبيتم استخدامها في مجال السياحة وفي الاستخدامات المنزلية او الاغراض المنزلية. اما المطر بيعتمد على المطر او بيتم الاعتماد على المطر في زراعة الساحل الشمالي لمصر، لان المطر بيسقط بشكل كبير في الساحل الشمالي لمصر، فبالتالي وجود حرفة الزراعة. اما عن المياه الجوفية بتعتمد عليها الحياة في الواحات المصرية زي واحة سيوة والبحرية والداخلة والخارجة والفرافرة، وبتمتلك مصر العديد من الخزانات الجوفية الموجودة في الصحاري. ايه هو الخزان الجوفي؟ عبارة عن كتلة صخرية كبيرة قادر على تخزين المياه زي خزان الحجر النوبي اللي موجود في أسوان. أما بالنسبة للمياه المالحة في مصر فعندنا البحر الأحمر، البحر المتوسط، والبحيرات الشمالية، خليج العقبة وخليج السويس. إيه أهمية المياه المالحة؟ بنستخرج منها الأملاح زي ملح الطعام، وبنستخرج منها الغاز الطبيعي من قاع البحار والمحيطات، تعتبر وسيلة مهمة جدا للنقل البحري، وبيتم الاستفادة منها في تحلية مياه أو تحلية مياه البحر. ليه؟ علشان نقدر ان احنا نستخرج الاملاح. اهم محطات التحلية الموجودة في مصر، مصر طبعا بتقوم الان بتنفيذ العديد من محطات تحلية المية في المحافظات الحدودية او محافظات الصحراوية زي محافظة جنوب سيناء وشمال سيناء والوادي الجديد والبحر الاحمر ومرسى مطروح، وفي ايضا محطات في الاسماعيلية والسويس، ومن اهمها محطة العين السخنة اللي تعتبر اكبر محطة تحلية في العالم. هذه المحطة بتخدم المناطق السكنية والمناطق الصناعية القريبة منها. دلوقتي هنقارن بين دور نهر النيل أو أهمية نهر النيل قديما وحديثا. نهر النيل قديما لعب دور عظيم في قيام الحضارة المصرية القديمة بسبب وجود التربة الخصبة والمية العذبة، واستخدموه كوسيلة للنقل، وربط المصريون حياتهم بالنيل حيث فهموا طبيعة نهر النيل وأوقات الفيضان والجفاف، وبنوا مقاييس على النيل لتحديد منسوب المية. أما حديثا فأنشأ المصريون العديد من المشاريع للاستفادة من مياه نهر النيل زي خزان أسوان، ترعة الإبراهيمية، والسد العالي، وترعة الإسماعيلية، كلها مشاريع ري الهدف منها استصلاح الأراضي الزراعية. وبكده نكون انتهينا من درسنا، على أمل إن شاء الله الالتقاء في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.